من يقف خلف هذه الحركة وهذه الاحتفالية هو الفكر الأموي والذي نحن نعبر عنه بالمدرسة الوهابية، التي إلى الآن تريد أن تجعل من يوم العاشر من خلال الصوم شكرا لله، ومن خلال بأن هذا اليوم هو يوم بركة، وهذا اليوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون، وهكذا يعني كل شيء في أفراح بالتاريخ تريد أن تجعلها في هذا اليوم.